إلى شمالي محافظة كربلاء المقدسة، حيث واحدة من أهم نقاط إركاب الزائرين. هنا آلاف العجلات الحكومية والمدنية تقاطرت في سيطرة الوندي لحمل الزائرين من كربلاء وباتجاه العاصمة بغداد. قيادة عمليات بغداد أكدت استنفار أسطولها العسكري فضلا عن كتائب النقل والتموين والطبابة العسكرية لخدمة الزائرين. شاركنا ب 150 مفرزة طبية خدمية لغرض توفير الخدمات الطبية للزائرين. أيضا أرسلنا ما يقارب 200 عجلة باتجاه مدينة كربلاء لنقل الزوار. هناك جهود كبيرة من قطاعاتنا من المرور والنجدة والشرطة وقطاعات عمليات بغداد. أيضا هناك توجيهات دولة رئيس الوزراء يوم أمس لجميع القطاعات بالتأكيد على توفير الأمن للطرق التي يسلكها الزائرين. الزائرون الذين أتموا مراسم الزيارة من العراقيين وغيرهم أشادوا بالإجراءات الأمنية والخدمية، مبينين أن الآلية هذا العام اختلفت عن السابق من حيث مضاعفة الجهود ونشر المفارز الطبية والعلاجية وانسيابية النقل والوصول إلى أقرب نقطة للمراقد المقدسة. نشكر القوات الأمنية جميعا على تعبهم هذا، على الجهد اللي صرفوه بهاي الفترة كلها. نشكر أهالي المحافظات جميعا اللي خدموا بمحافظة كربلاء ما قصروا جميعا. هاي السنة يعني جاي يشوفها كل الزينة، يعني بالنسبة للمواكب، بالنسبة للطريق التأمين الزوار، كل الزينة. أول مرة أشوف بلد كده، يعني أنا مصري ما كنتش أتوقع كده، يعني أهل كرم كده بأمانة. يعني ما شاء الله الزيارة جميلة جدا، يعني كل حاجة متوفرة، يعني مية، أكل، كل اللي أنت عايزه، ما تدفعش ألف ولا حتى ربع، كل حاجة متوفرة. يعني ما شاء الله حتى الجيش نازل والشرطة نازلة. بتمرس ملحوظ على الزيارات المليونية، توزيع للمهام بين التشكيلات الأمنية والخدمية فضلا عن المواكب الحسينية، بدءا من المنافذ الحدودية وصولا إلى كربلاء المقدسة والعودة منها مجددا للوصول بزيارة الأربعين إلى بر الأمان. من سيطرة الوند شمالي محافظة كربلاء، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية.